هدفا في كل مباراة يعتبر من سلالة أصيلة. وفي حين يستعد برشلونة لحملة أخرى في دوري الأبطال، فإن النادي ينتظر الكثير من عروض ميسي. تضم المجموعة الثامنة أيضا فريقي أي سي ميلان وسلتيك، اللذين سبق لهما أيضا الفوز باللقب الأوروبي، وقد خرج الفريقان في دور 16 من مرحلة خروج المغلوب الموسم الماضي. وقد تقرر مصير تلك المواجهة في الوقت الإضافي عن طريق كاكا الذي عاد إلى الفريق الأحمر والأسود من ريال مدريد هذه الصائفة. يمكننا أن نستفيد الكثير من الخير.